بسم الله الرحمن الرحيم. يس. والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين. على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء أرسلنا إليهم
وما علينا إلا البلاغ المبين.
أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ وَإِن والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون
وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون
فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا تشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم
ولحم طير
يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم وكانوا يقولون
لو نشاء
أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين
تصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.